مساء النور والبركة. نشرة الأخبار من تلفزيون سما إليكم أبرز عناوينها. الرئيس بشار الأسد يتقبل أوراق اعتماد محمد المهذبي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية. الرئيس الأسد يستقبل السفير أعلى ويزوده بتوجيهاته قبل التوجه إلى القاهرة مندوبا لسوريا في الجامعة العربية. المقاومة الفلسطينية تسقط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال في أجواء مخيم جنين. تقبل الرئيس بشار الأسد أوراق اعتماد محمد المهذبي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية. وكانت العلاقات التونسية السورية قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية تطورات لافتة، إذ وافقت الحكومة السورية على تعيين سفيرا لتونس في دمشق، وقررت إعادة فتح السفارة السورية بتونس وتعيين سفيرا على رأسها. وذكر بيان مشترك سوري تونسي أنه تجاوبا مع مبادرة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بتعيين سفيرا لدى الجمهورية العربية السورية، أعلنت الحكومة السورية عن موافقتها الفورية على هذا التعيين، وقررت إعادة فتح السفارة السورية بتونس وتعيين سفيرا على رأسها في الفترة القليلة القادمة. وكان استقبل الرئيس بشار الأسد السفير حسام الدين آلا مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية وزوده بتوجيهاته قبيل توجهه إلى القاهرة لأداء مهامه. وكان الرئيس الأسد قد أصدر المرسوم رقم 126 للعام 2023 الذي ينص على تسمية السفير حسام الدين آلا مندوبا دائما للجمهورية العربية السورية لدى جامعة الدول العربية. ميدانيا، كثف الجيش العربي السوري من استهدافه لمواقع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي ردا على خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد شمال غرب البلاد. وأكد مصدر ميداني غير رسمي أن وحدات الجيش العاملة بقطاع ريف حماة من منطقة خفض التصعيد استهدفت بالمدفعية الثقيلة مواقع للإرهابيين في محاور سهل الغاب الشمالي الغربي، في حين وجهت وحدات الجيش العاملة في ريف إدلب رمايات مدفعية إلى مواقع النصرة في مجدليا ورويحة ومعربليت في ريف إدلب الجنوبي وفي سان ومعارة عليا بريف إدلب الشرقي. وذكرت مصادر إعلامية أن الجيش استهدف مواقع التنظيمات الإرهابية في بلدتي كفر تعال وبحفيس بريف حلب الغربية وعلى محور الكبانة بمنطقة جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالية. أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إعادة 3000 إرهابي كانوا محتجزين في سوريا ومحاكمة غالبيتهم، مشددا على أن بغداد عازمة على مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله. وأكد أن الحكومة العراقية تولي اهتماما خاصا لمخيم الهول وتمنحه الأولوية. وقال أن بغداد أعادت قرابة 1400 عائلة إلى مركز جدعة للتأهيل النفسي والمجتمعي، وأضاف أن القوات الأمنية تتابع العمليات الاستباقية والاستخبارية لملاحقة بقايا عناصر داعش الإرهابية وخلاياها النائمة لمنعها من التخطيط والقيام بهجمات وحرمانها من الملاذات الآمنة وتجفيف مصادر تمويلها. We'll be right back.
أسقط مقاومون من كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء تحليقها في أجواء مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة. وذكرت الكتيبة أن مهندسيها يقومون بالتعامل مع المسيرة واستخراج معلومات مهمة وحساسة تخص قوات الاحتلال. اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال. وأفادت مصادر فلسطينية بأن المستوطنين الصهاينة نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه. ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على دخول المصلين. فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة الأسير إسلام فروخ في البلدة القديمة من مدينة رام الله وأصابت 6 فلسطينيين برصاصها خلال تصديهم لها. وذكرت وكالة وفاء الفلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة في مدينة رام الله وحاصرت منزل عائلة الأسير فروخ وأطلقت الرصاص على الفلسطينيين الذين تصدوا لها وأصابت 6 منهم بجروح بينهم مصوران صحفيان والعشرات بحالات اختناق. وحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا هدم الاحتلال الإسرائيلي واستولى على 42 مبنى في القدس والضفة خلال الفترة ما بين 2 إلى 15 من أيار الماضي، ما أسفر عن تهجير 50 فلسطينيا بينهم 23 طفلا. إلى ذلك وثق الفلسطينيون قيام قوات الاحتلال بمساعدة الجرافات بتجريف منطقة زراعية في قرية دير حنة بالجليل الفلسطيني المحتل عام 48. تظاهر عشرات المغاربة في العاصمة الرباط احتجاجا على زيارة رئيس كنيسة الاحتلال أمير أوحانا إلى المغرب ورفعوا شعارات مناهضة للزيارة ولتطبيع العلاقات مع الاحتلال. في ملف الصراع الدائر في السودان تجدد اشتعال النيران في مواقع الاشتباكات القريبة من المستودعات الرئيسية لمخازن غاز ووقود بالعاصمة السودانية الخرطوم، فيما تعهدت الولايات المتحدة والسعودية بمواصلة تعاونهما لإنهاء الاقتتال في البلاد. الطائرات الحربية لا تزال تحلق في سماء العاصمة السودانية وحرب الشوارع تتجدد مع انتهاء سريان الهدنة الذي بات مرادفا لانطلاق جولة جديدة من قتال اشتدت حدته من الجانبين. لا يمر يوم دون وقوع اشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني يتركز على وجه الخصوص في العاصمة الخرطوم حيث يخيم الخوف على عدد من سكان أحيائها بسبب القصف العنيف وأصوات المدافع المضادة للطائرات وانقطاع التيار الكهربائي. القتال امتد ليصل إلى مخازن أسلحة ومستودعات وقود ما يهدد بوقوع كارثة كبرى وفقا لما أفاد به شهود أن حريقا كبيرا شهد بالقرب من قاعدة عسكرية ومستودعات وقود في جنوب الخرطوم. وأظهرت لقطات حية بثتها قنوات إخبارية عربية ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد في السماء. وكانت تقارير سابقة ذكرت أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يخوضان معارك للسيطرة على مستودعات الوقود منذ مساء الثلاثاء. سياسيا استأنف طرفا الحرب محادثات وقف إطلاق النار التي ترعاها السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسط الاشتباكات الجوية والبرية التي تدور في العاصمة،
وأكد بيان سعودي أمريكي أن وفدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يواصلان محادثات غير مباشرة في جدة حول سبل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق في شأن خطوات على المدى القريب ينبغي على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة رسمياً. تحت دوامة العنف إذن يقبع السودان منذ نحو 8 أسابيع، ومعها بات شبح الجوع يهدد أكثر من 19 مليون شخص وفق الأمم المتحدة. أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو توجيه ضربة استباقية للقوات الأوكرانية والتي حاولت اختراق خطوط الدفاع الروسية على محور زاباروجي باستخدام قوات المدفعية والطيران والأسلحة المضادة للدبابات، وأوضح أن قوات العدو الاحتياطية المدربة خصيصا لتنفيذ هذا الاختراق فشلت في تحقيق هدفها. أطقم المدفعية والطيران المضاد للدبابات وجهت ضربة استباقية للواء الميكانيكي 47 التابع للجيش الأوكراني الذي فرطت به كييف لاختراق الدفاعات الروسية في اتجاه زاباروجي. القوات الأوكرانية فقدت نحو 350 فرداً و30 دبابة في غضون ساعتين، وتم إيقاف العدو في جميع الاتجاهات الأربعة وانسحب بخسائر فادحة. نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لتدمير دبابات أوكرانية من صنع غربي على محور زاباروجي. ذكرت إذاعة أوروبا الأولى الفرنسية أن الجيش الفرنسي أنهى تدريب 2000 عسكري أوكراني على الأقل، حيث استمر تدريبهم على الأراضي الفرنسية لمدة شهر تقريبا. وأشارت الإذاعة إلى أنه تم تدريب العسكريين الأوكرانيين على كيفية تشغيل المعدات العسكرية الفرنسية المقدمة لكييف مثل مدافع قيصر والدبابات من طراز AMX-10RC. وأضافت الإذاعة أن فرنسا تستهدف تدريب 4000 عسكري من القوات الأوكرانية بحلول نهاية العام الحالي، حيث درب 200 جندي فرنسي كتيبة من 600 عسكري أوكراني في بولندا لمدة شهرين. من جانب ثان، قالت صحيفة بوليتيكو أن الحلفاء الغربيين لأوكرانيا يدرسون احتمال تسليم كييف مقاتلات F-18 القديمة إلى جانب مقاتلات F-16. ونقلت الصحيفة أن الحلفاء يتفاوضون حاليا حول من سيزود أوكرانيا بمقاتلات F-16، وفي الوقت ذاته يجرون مناقشات أولية بشأن احتمال تسليم مقاتلات F-18 لأوكرانيا. دانت سوريا بأشد العبارات قيام النظام الأوكراني بتفجير سد نوفا كاخوفكا، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمدنيين وغمر مساحات شاسعة بالمياه. وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين إن هذا العمل الإرهابي الموصوف للنظام الأوكراني يشكل استمراراً لتصرفاته الهوجاء وتصعيداً من حماته الأطلسيين في حربهم ضد روسيا. وأضاف المصدر إن سوريا تجدد تضامنها الكامل مع روسيا في مواجهتها للعدوان الأطلسي، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك بقوة للجم التصرفات العبثية للنظام الأوكراني ونزعة العدوان الغربية التي تشكل تهديداً جدياً للأمن والسلم في العالم.
تزداد مسارات الحرب تشعبا آخذة شكل كوارث تصعب تخيل سيناريوهات النهاية. لم تطوى كارثة سد كاخوفكا لتعرف الساعات الماضية حادثا لا يقل خطورة. كييف تفجر خط أنابيب لنقل الأمونيا، موسكو تهدد بإنهاء اتفاقية نقل الحبوب المبرمة بين الدولتين، والمخاوف تتكشف من ارتفاع أسعار الغذاء إذا ما فشلت الاتفاقية فعلا. في الخامس من حزيران في قرية ماسيوتيفكا في منطقة خاركيف، فجر فريق استطلاع وتخريب أوكراني خط أنابيب توغلياتا أوديسا للأمونيا. الأمونيا غاز سام يمر بمعالجة لتحويله إلى سماد. روسيا إحدى أكبر منتجيه ومصدريه في العالم، تتهم كييف بتفجير الخط المتجه من توغلياتا المطلة على نهر فولغا باتجاه مدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا. خط أنشئ في الحقبة السوفيتية مغلق منذ بداية العملية الروسية، مراراً ما ضغطت موسكو على كييف لاعتباره جزءاً من الاتفاقية التي تسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا. كل هذه الدلائل لا تدع مجالاً للشك أمام موسكو بأن كييف المنفذ. إصلاح الجزء المستهدف من خط أنابيب الأمونيا توغلياتا أوديسا يستغرق من شهر إلى 3 أشهر إذا كان هناك وصول إلى موقع التفجير. حتى الآن يمكننا القول إن الطرف الوحيد الذي لم يكن مهتماً أبداً بإعادة تنشيط خط الأنابيب هو بالطبع نظام كييف. بينما تسمم الأمونيا الأجواء، تغرق المنطقة بسيل من الاتهامات المتبادلة حول تفجير سد كاخوفكا. كارثة مائية وبيئية هي الأولى بهذا الحجم منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا. تأثيرات وتداعيات قد لا تقتصر على غرق العشرات من المناطق السكانية، بل ربما تصل مستويات أبعد. كييف تقول إن موسكو فجرت السد من داخله بشكل متعمد. موسكو ترد بأن القصف الأوكراني على السد خلال معارك خيرسون انتهى إلى دماره، لكن ذروة المخاوف تتجه نحو أكبر محطة نووية في أوروبا، محطة زاباروجيا النووية التي تعتمد على نهر دنيبرو في مياه التبريد، رغم تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها ليست ضمن نطاق التهديد حتى الآن. أثار إعلان حلف شمال الأطلسي الناتو المفاجئ عن إطلاق مناورات عسكرية هي الأضخم منذ تأسيسه، أثار الكثير من التساؤلات، أهمها لماذا الآن؟ وهل للأمر علاقة بالحرب التي بين روسيا وأوكرانيا منذ أكثر من عام؟ السماء على موعد مع أكبر مناورات عسكرية جوية سيجريها حلف شمال الأطلسي في تاريخه، وبقيادة ألمانية ستنطلق مناورات ديفنتر 23 تشارك فيها حوالي 220 طائرة عسكرية من 25 دولة من أعضاء الناتو، إضافة إلى اليابان والسويد الراغبة بالانضمام للحلف. 10,000 جندي بينهم 1,000 جندي أمريكي هو عدد قوات المشاركة في أكبر مناورة مرتبطة بنشر القوات الجوية في أوروبا. تغير الكثير في المشهد الاستراتيجي حول العالم، خصوصا هنا في أوروبا. يركز هذا التدريب على تكميل حضور الولايات المتحدة الدائم في أوروبا وتوفير التدريب على نطاق أوسع مما يتم تحقيقه عادة في القارة. المناورات ستشمل تدريبات عملياتية وعلى المستوى التكتيكي، خصوصا في ألمانيا وتشيك وأستونيا ولاتافيا، مناورات وإن كانت دفاعية بحتة بطبيعتها كما يقول مسؤولون غربيون، إلا أن الأهداف منها إيصال رسائل واضحة ومباشرة للدول بينها روسيا، كما جاء على لسان سفيرة الولايات المتحدة خلال مؤتمر صحفي مع ممثلين عن سلاح الجو الألماني والأمريكي في برلين. سيثير دهشتي للغاية ألا يدرك أي زعيم في العالم ما توضحه هذه المناورة فيما يتعلق بروح هذا الحلف، أي قوة هذا الحلف. وهذا يشمل السيد بوتين أيضا، ليس لدينا الرغبة بأن تكون تلك المناورات هي الأخيرة. وعلى جانب آخر، يخشى قطاع الطيران المدني والمسافرون عبر الجو من تأثر رحلاتهم بالمناورة وأن يكون لها تأثيرات كبيرة على سير حركة النقل الجوي المدني. جاءت التوقعات من نقابة مراقبي الحركة الجوية GDF في ألمانيا، وقال رئيسها ماتيس ماس أن للتدريبات تأثيراً كبيراً على سير حركة النقل،
خصوصاً مع وجود فكرة أن معدل التأخيرات سيصل إلى 50,000 دقيقة في كل يوم من أيام المناورة. رسائل الناتو لا تنتهي. بعد إطلاقها مناورة 2018 كجزء من الرد على ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، تأتي اليوم وسط أزمة روسية لتشعل لهيب الصراع بين مناورات أمريكية في بحر اليابان يقابلها مناورات روسية في البلطيق. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الصناعات والأنشطة الصاروخية الإيرانية دفاعية وتقليدية وتتوافق مع القوانين الدولية. واعتبر كنعاني أن التصريحات التدخلية لبعض الدول الغربية بخصوص صاروخ فتاح فرط الصوتي مرفوضة ولا قيمة لها، مشيرا إلى أن لهذه الدول تاريخا طويلا وواضحا في انتهاك التزاماتها الدولية في مختلف المجالات، بما في ذلك التجارب النووية ونظام عدم الانتشار النووي واستضافة الصواريخ النووية والقيام بدور تخريبي حول العالم، وبالتالي ليس لها حق في التعليق على شرعية القدرات الدفاعية والقانونية لإيران. قررت المحكمة العليا في العاصمة الباكستانية إسلام أباد الإفراج بكفالة عن رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، وحال قرار المحكمة دون حبس زعيم حزب إنصاف الباكستاني عمران خان لمدة 14 يوما على خلفية اتهامات بالتحريض على القتل. ومثل خان اليوم بل مثل أمام 3 محاكم مختلفة في العاصمة إسلام أباد، وحصل على الإفراج بكفالة في عدة قضايا أخرى. أما الآن مشاهدينا فإليكم آخر أخبار الاقتصاد وعلا عيد. مساء الخير علا. مساء الخير وفاء. شكرا. مساء الخير مشاهدينا، إليكم النشرة الاقتصادية من قناة السما، والبداية بالعناوين. رئيس مجلس الوزراء يطلع على سير أعمال تنفيذ محطة توليد الكهرباء في الرستين، ويتفقد العمل في محطة تصفية مياه بحيرة سد 16 من تشرين في اللاذقية. 470 علامة تجارية محلية وإقليمية عالمية على أرض مدينة المعارض الجديدة في افتتاح معرضي بيلدكس وهايتك 2023. أهلا بكم. اطلع رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على سير أعمال تنفيذ محطة توليد الطاقة الكهربائية في الرستين بمحافظة اللاذقية في إطار جولة تفقدية خلالها عددا من المشاريع في المحافظة. وتفقد المهندس عرنوس سير العمل في محطة تصفية المياه من بحيرة سد 16 من تشرين لأغراض الشرب، وذلك لتأمين وارد مائي إضافي إلى مدينة اللاذقية وريفها بنحو 85,000 متر مكعب من مياه الشرب يومياً. كما اطلع على مشروع إنشاء الوحدات السكنية المؤقتة في حي الغراف بمدينة اللاذقية ضمن مشروع إقامة 1,000 وحدة سكنية مؤقتة، والذي يتم تنفيذه بدعم من الهلال الأحمر الإماراتي للمتضررين من الزلزال. بمشاركة 150 علامة تجارية محلية وعالمية انطلقت فعاليات الدورة 9 من معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هايتك، والذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقنية، وذلك على أرض مدينة المعارض الجديدة في ريف دمشق. وأشار وزير الاتصالات والتقنية المهندس إياد الخطيب إلى أهمية المعرض لجهة نشر ثقافة الاتصالات والمعلومات، مبينا أن ما يميز المعرض المشاركة اللافتة لجيل الشباب من خلال مشاريعهم وابتكاراتهم التي تأتي مع خدمات باقي الشركات في إطار عملية التحول الرقمي، لافتا إلى التطور الذي يشهده المعرض لناحية المنتجات والخدمات المقدمة والتجهيزات الحديثة
وازدياد عدد المشاركات المحلية والدولية. معرض هاي تك أو معرض تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في دورته التاسعة بيعرض في مدينة دمشق، معرض دمشق الدولي، هي فرصة للاطلاع على كل التقنيات الحديثة في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. صراحة العالم يشهد ثورة اللي هي ثورة صناعية رقم 4 اللي هي ثورة الاتصالات والإنترنت. ونحن في سوريا أيضا نعمل على إدخال هذه التقنيات إلى القطاع الحكومي والقطاع العام والقطاع الخاص اللي عم يشاركنا بهذا الموضوع. اليوم في شركات كثير مشاركة، أكثر من 100 شركة، 74 جناح، دول أخرى من الهند، من الأردن، من الإمارات عم يشاركونا اليوم في هذه التظاهرة. طبعا هي تبادل الخبرات، وأكيد هذا الشيء بينعكس على شركات كبيرة أو شركات المتوسطة أو حتى شركات متناهية في الصغر. كل مشارك اليوم بالإضافة إلى الحاضنة التكنولوجية اللي هي تميز معرض هايتك لهذه السنة، وعدد من مشاريع الأطفال وعدد من مشاريع الجامعات كلها تصب في مشاريع التحول الرقمي اللي أطلقته الحكومة الجمهورية العربية السورية عام 2021 في استراتيجية الوطنية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية. هذا الشيء يسعدنا نحن في وزارة الاتصالات، اللي هو هذا المعرض طبعا برعاية وزارة الاتصالات وكل جهات وزارة الاتصالات مشاركة فيه. بمشاركة 320 علامة تجارية محلية وإقليمية، انطلقت فعاليات الدورة 20 من المعرض الدولي لبناء بيلدكس 2023 الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان على أرض مدينة المعارض الجديدة بريف دمشق. وفي تصريح للصحفيين لفت وزير الأشغال العامة والإسكان إلى أهمية المشاركة الواسعة والمتنوعة من قبل الشركات المحلية في القطاعين العام والخاص والشركات العربية والدولية في المعرض، والتي تساهم في دفع العجلة الاقتصادية والحركة العمرانية والإنشائية في البلاد. المعرض هي المشاركة الواسعة من كل الشركات المحلية العامة والشركات الخاصة والإضافة للشركات العربية والشركات الأجنبية. الحقيقة على هالمساحة الواسعة وبهذا التنوع يعني أكيد بيلعب دور كتير كبير بحركة الاقتصاد وحركة الأعمار والإنشاء، هو مكمل للعوامل الأخرى التي تساعد على التهيئة لمرحلة إعادة الأعمار. الحقيقة هو الاستثمار هو بحاجة إلى بيئة، والبيئة بدأت فيها الحكومة من خلال قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 بصدى اللي هو في تسهيلات وفي مزايا كتيرة. المتمم لهذا القانون التنمية البيئة هو معارض هذه المعارض للتواصل مع المستثمرين والمطورين والعقاريين ومع رجال الأعمال. من خلال هذه المعارض ممكن يتعرفوا على جزء من البيئة، وبالتالي عبر هذا القانون يكون هناك استثمار بالبلد. معرض بيلدكس طبعا فرصة للاطلاع على أحدث التقنيات والتطورات والتحديثات العلمية بمجال إعادة الأعمار، وخاصة إنه نحن سوريا الحالية هي بطور إعادة الأعمار، بطور نقطة الغبار عن نفسها، بطور إن شاء الله نرجع نتعمر ونعمر اللي صار ونرجع نستكمل العمار من أجل التنمية والمشاريع الاستراتيجية. ما يميز بيلدكس طبعا إنه مثل ما ذكرنا اليوم اطلاع لشركات الإنشاء وإعادة الأعمار على أحدث التقنيات في مجال مواد البناء وتقنيات الطاقة البديلة. وبعد الافتتاح وبتنظيم من المجموعة العربية للمعارض وبالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة ووزارة الأشغال العامة والإسكان، انطلقت على أرض مدينة المعارض الجديدة بريف دمشق فعاليات معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هاي تك والمعرض الدولي للبناء بيلدكس 2023. يمثل معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هاي تك الذي تنظمه المجموعة العربية للمعارض ملتقا معلوماتيا مهما يطرح أحدث وأهم الحلول والنظم والبرمجيات للتطبيقيات الخاصة بالحواسب والهواتف الذكية والتقانات المستخدمة في مجال المعلوماتية والمدن الذكية والحكومة الإلكترونية والدفع الإلكتروني. السنة هاي تك أقوى من السنة الماضية، وخطر خطوة لقدام بأنه يكون فعلا المعرض الأهم بين كان الجوار والمنطقة، هو أصلا معرض زي ما نقول لكل معرض يصير كان بالأردن أو بلبنان أو بالعراق
أو بسوريا. طبعا مشاركتنا اجت بإطار تقديم اطلاق التطبيق الالكتروني لمصرف الابداع اللي هو الاول من نوعه على مستوى مصارف التمويل الاصغر اللي بتيح العديد من الخدمات الماليه الالكترونيه لعملائنا، منها تقديم القروض، منها فتح حسابات الكترونيه وامكانيه الدفع الفواتير مع الشركه السوريه للمدفوعات والعديد من الخدمات واليه الدفع. فهو بيجي المشاركه واطلاق التطبيق هو ك يعني دور المصرف وإيمان بدور المصرف بتفعيل الخدمات المالية الإلكترونية وموضوع الشمول المالي. السنة أكيد في عنا مجموعة من البرودكت الجديدة اللي عم نروج لها، إن كان شيء خاص بالشركات أو كان للمستخدم النهائي الاند يوزر. مشاركة السنة مهمة، المعرض مساحته أكبر من السنين الماضية، هذا مؤشر مهم على تحسن بالاقتصاد او على الاقل بقطاع الاتصالات والبرمجيات بسوريا، وخاصه ضمن التوجه الحكومي خلينا نقول بالتحول الرقمي. فاكيد هيدي المعارض المختصه بهذا القطاع لازم تكون عم تكبر، ومشاركتنا فيها اساسيه كاحد اقدم واكبر الشركات بقطاع البرمجيات وخدمات الانترنت والاتصالات والاي بي تي في. تأتي أهمية المشاركة الواسعة والمتنوعة في الدورة 20 من المعرض الدولي للبناء بيلدكس 2023 من قبل الشركات المحلية في القطاعين العام والخاص والعربية والدولية في المعرض، والتي تساهم في دفع العجلة الاقتصادية والحركة العمرانية والإنشائية في البلاد نحو الأمام. مثل كل قطاع بناء سوريا، كل منتجين وصناعي مواد البناء السوريين موجودين، كل العلامات التجارية المهمة الموجودة بالسوق السوري وعم تشتغل بالسوق السوري موجودة بالعمارة. فهو المكان اللي ما بيقدر أي مهندس إلا يزوره وإلا يخسر خسارة كبيرة، لأنه ما حيقدر تفتح له فرصة لا بيندكس السنة الجاية بعد سنة، لا يقدر يلتقي بهذا الكم من الشركات ويطلع على كل شيء جديد له علاقة بعمله بشغله. تستمر فعاليات المعرضين حتى 11 من الشهر الجاري مع تأمين النقل المجاني للزوار على رأس الساعة. ومن الشركات المشاركة في فعاليات الدورة 20 من المعرض الدولي للبناء بيلدكس 2023 شركة إسناد ستيل التي تعمل في مجال الإنشاءات المعدنية وتقوم بتنفيذ العديد من المشاريع، ويديرها كادر هندسي متمرس يقوم بتصميم العناصر الإنشائية كافة بشكل آمن واقتصادي. شركة إسناد ستيل مقرة بمدينة عدرا الصناعية بالقطاع الخامس، متخصصة بتصميم وتصنيع وتركيب بكافة المنشآت المعدنية مثل الهنجارات، المباني السكنية، أبراج الطاقة، أبراج الاتصالات والمنصات التشغيل، يعني كافة المنشآت المعدنية. حبينا نشارك بمعرض بيلدكس كونه من أهم المعارض اللي بتصير بالبلد، تجمع بين القطاعين العام والخاص، وأكيد بعد الانفتاح العربي والدولي اللي عم بيصير بسوريا حبينا نثبت وجودنا بالسوق السورية وننشر ثقافة المنشآت المعدنية بالبلد، ونقدر يا رب نقوم بسوريا وبنرجع أقوى وأحسن من قبل. إلى ذلك، تشارك شركة وفا تيليكوم كراع رسمي لأول مرة قبل إطلاقها في المعرض الدولي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هاي تيك، حيث نظمت الشركة ضمن جناحها أول اختبار لتقنية الجيل الخامس 5G، والتي تعد واحدة من أحدث تقنيات الاتصالات العالمية، كونها تمثل حقبة جديدة من تحسين أداء شبكة الاتصالات وزيادة سرعتها وتقليل زمن الاستجابة. عانينا من صعوبات كثيره، بتعرفوا يعني الظروف اللي بتمر فيها البلد وتردد العارضين اللي بنتعامل معهم والموردين، بس بنوعدكم قريبا جدا ممكن يصير الاطلاق التجاري. هلا حاليا نحن عم نجرب شبكه ال 5G الجيل الخامس كتجريب فقط، والحمد لله يعني خلال يومين قدرنا نشغل الشبكه ونعمل عليها مجموعه من التطبيقات. نحن بدأنا بشبكة الفور جي مباشرة، يعني ما عندنا خدمات 2G و3 جي، فنحن عم نركز مباشرة 4G، وبالمستقبل رح يكون في عندنا 5G، ومع الإطلاق رح يكون في إطلاق كمان لمجموعة من المحطات 5G. أول شيء زائد مثل ما حكيت كمان في عندنا خدمات رقمية، يعني نحن رح نزود لشركاء، رح يكون عندنا مجموعة من الشركاء يقدروا يتعاملوا معنا ونعطيهم منصة بسموها
بلاتفورم از سيرفيس، لخدمه ليقدموا خدماتهم للمشتركين عن طريقنا. هي تعرف باسم البي تو بي تو سي، بي تو بي تو سي، بزنس تو بزنس تو كونسيومر، يعني بصير بتكون يلي بيحكوا عنها. يعني وصلنا للحظات الاخيره تقريبا، نحن ما فينا لانه في انظمه مختلفه، فحسب في يعني في كثير انظمه عم يعني نتعامل معها. تقريبا وصلنا للمراحل الاخيره بالتعاقد، ما فيني اعطي وقت محدد تماما. اليوم عم يكون لاول مره بسوريا وبشكل حصري لشركه وفا تيليكوم عم يصير تجربه لتقنيه الجيل الخامس الفايف جي. طبعا الافتتاح كان بحضور الوزير، عملنا افتتاح بسبيد تيست لتقنيه الفايف جي، وهون عم نشوف السرعات اللي قدرنا نوصل لها. بالاكيد في كمان عنا مجموعه من النشاطات مثل في او دي جيمنج اللي كلها لنقدر نعيش تجربه الفايف جي بشكل حقيقي على ارض الواقع هون بارض المعرض بهايتك. ختام الاقتصادية، شكرا لكم على المتابعة وعودة إلى سياق النشرة مع وفاء. شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك. وقعت الأمانة السورية للتنمية اتفاقيتي خدمة مع مصرف الوطني للتمويل الأصغر وبنك البركة بهدف تمويل المشاريع التجارية والمهنية ضمن أسواق الحبال بل الحبال والأحمدية والنسوان، وذلك في منارة سيف الدولة بحلب القديمة، بهدف تقديم منتج تمويلي لشاغلي المحال التجارية ضمن الأسواق التي تم تأهيلها في حلب القديمة المسجلة بذاتها والخانات المجاورة لها والواقعة في الشارع المستقيم ومداخله والمشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2022. وقعت الأمانة السورية للتنمية اتفاقيتي خدمات مع مصرف الوطني للتمويل الأصغر وبنك البركة من أجل تمويل المشاريع التجارية والمهنية ضمن أسواق الحبال والنسوان والأحمدية. نحن مجتمعين اليوم لحتى نطلق منتج تمويلي خاص بأسواق حلب القديمة. هذا المنتج هو لحتى نرجع الحياة الاقتصادية للعالم وأصحاب المحلات. عدينا بصروف الزلزال ولكن دائما نرجع مننهض من أول وجديد كحلبية معروفين بهالقصة، لحتى ندعمهم يرجعوا ينشطوا. فطلعنا بالقرض المنتج التمويلي، هذا المنتج هو بالشراكة بين الأمانة السورية للتنمية ومصرف الوطني للتمويل الأصغر وبنك البركة. هدفه بتوسع إما بأعمال ترميم للمحلات أو بأعمال هي بتحدلها بمواد البضاعة تبعيته بده يشتريها لحتى يقدر يحرك عجلته الاقتصادية بشكل أول. المنتج التشغيلي يحمل حزمة واسعة من التسهيلات والإعفاءات لدعم أصحاب الفعاليات الاقتصادية داخل المدن القديمة وأسواقها التراثية، وانسجاما مع دليل العمل الذي أطلقته السيدة أسماء الأسد للاستمرار في إعادة الحياة إلى المدينة القديمة وتوجيه الجهود لتقديم الدعم اللازم للتجار والحرفيين لإعادة تشغيل محلهم ودفع عجلة العمل والإنتاج. مشاركتنا هي لدعم الحركة الاقتصادية وإعادة التراث إلى أسواق حلب القديمة، وهي يعني مبادرة ما لنا مبادرة مادية بقدر ما هي مبادرة اجتماعية. يأتي دور الوطني للتمويل الأصغر في تقديم تمويل أصحاب المحلات لحتى ترجع تعمل ترميم بسيط أو تطلق أعمال من أول جديد من خلال شراء بضائع وإعادة الحركة التجارية للأسواق. مهم جدا بالتزامن مع ترميم الأسواق في حلب القديمة أن يكون هناك تفعيل للنشاط التجاري واستقطاب للتجار أو لمشغلي السوق أصحاب المحلات أن يكونوا متواجدين وأن يبدأوا بفتح محلاتهم، وإذا كانوا قد فتحوها أن يتم تكثيف الجهد وإعادة الحركة الاقتصادية والحركة التجارية إلى الأسواق. كل اجتماع عم يكون بالمدينة القديمة وبهالمنارة هاي اللي أطلقت بوجود السيدة الأولى، حقيقة عم يكون عنا دافع خير، دافع إيجابي جدا نحن كتجار وكأصحاب اقتصاد في حلب لإعادة
تفعيل كل الدور الموجود في المدينة القديمة. تعد هذه الرعاية والاهتمام بوابة وخريطة طريق في أعمال التأهيل لصون التراث وحماية الهوية الثقافية في المدينة القديمة، كما أن توقيع الاتفاقيتين يأتي استكمالا للتوجه العام الذي رسم ملامح العمل ضمن الأسواق القديمة على محور الشارع المستقيم، ويهدف لتلبية احتياجات التجار والحرفيين من خلال إطلاق العمل بمحفظة مالية تدار من منارة حلب القديمة لتمويل المشاريع التجارية والمهنية ضمن أسواق حلب القديمة. قناة سما الفضائية، كنان علوش، حلب الشهباء. بقي التذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة. الرئيس بشار الأسد يتقبل أوراق اعتماد محمد المذهبي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية. الرئيس الأسد يستقبل السفير أعلى ويزوده بتوجيهاته قبل التوجه إلى القاهرة مندوبا لسوريا في الجامعة العربية. المقاومة الفلسطينية تسقط طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال في أجواء مخيم جنين. ختام هذه النشرة، شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.